السلام عليكم جميعا. فيديو اليوم عن شرح جميع أدوات التحليل الـ Analysis Tools. في داخل طبعا برنامج الـ Arc Toolbox الموجود عندنا هون. في هذا الصندوق طبعا موجود أربع مجموعات اللي هم الـ Extract والـ Overlay والـ Proximity والـ Statistics. طبعا في عندنا مجموعة أدوات الـ Extract اللي هي الاستخراج والتراكب والكورب والإحصائيات. طبعا مجموع الادوات الداخل هاي المجموعات الادوات، يعني لو شفنا كم من اداه موجوده عندنا، موجود عندنا 23 اداه. وطبعا موجود عندنا جدول اكسل فيه مسار كل اداه ووصف كل اداه. طبعا اي شخص بده هذا الجدول الاكسل يتواصل معي من خلال التعليق على هذا الفيديو او على صفحه الفيسبوك او يعلق داخل مقالات موقع جي اس فوروي. عندنا هذا الجدول، مثلا عندنا الاداه اكليب وهي الوصف تبعها لاقتطاع عدد من الظواهر او المعالم الجغرافية من خلال طبقة. فموجود عندنا احنا هون وصف لجميع الادوات الخاصة بصندوق التحليل. طبعا اعزائي المشاهدين والمتابعين، قبل البدء بشرح جميع هدول الادوات لازم نفهم نقطة مهمة جدا، انه هذا الفيديو الافضل انه يكون المستوى الشخص في برامج الـ ArcGIS مستوى متوسط، او انه يكون يعني جاهز، او انه يكون يعني الشخص فاهم جميع اساسيات البرنامج عشان نقدر يستفيد من هدول الادوات. طبعا تابع الشرح لنهاية هذا الفيديو عشان تفهم بالضبط كيف انت تكون بفهم واستخدام اي اداة انت مش عارف كيف تستخدمها داخل برامج الـ ArcGIS. والشرح طبعا من خلال موقع جي اس فور وي، المهم جدا لكل شخص مهتم في نظم المعلومات الجغرافية تحديدا في برامج الارك جي اس. اما بالنسبة لشرح هذول الادوات من خلال موقع جي اس فور وي، طبعا احنا بندخل على الموقع من خلال اي متصفح للانترنت. يعني لو فتحنا متصفح نقدر احنا فوق نكتب جي اس فور وي دوت كوم، افتح عنا الموقع. من خلال هذا الموقع في شرح لجميع الادوات. طب كيف بدنا نكون بالشرح او فهم جميع الادوات؟ من خلال البحث عن الاداة اول اشي. يعني مثلا لو رحنا على اي اداة، مثلا عندنا السبلت اللي هي التقسيم، مجرد ما احنا عملنا كوبي يعني نسخ للاسم سبلت، هاي كنترول سي من لوحة المفاتيح، ورحنا على الموقع وعلى ايقونة البحث السيرش نعمل كنترول في لصق، بيظهر عندنا جميع المقالات اللي لها خص بكلمة سبليت. نضغط على عرض المزيد. طبعا جميع هدول عبارة عن ادوات. هاي في عندنا هون اداة التقسيم السبليت، طبعا هاي اداة التقسيم اللي هي الموجودة عندنا في صندوق التحليل. من خلال هاي الاداة مثلا في عندنا معاملات ومدخلات لازم ندخلهم او ضروري جدا انه احنا ندخلهم، وفي شغلات انه بتصفي اختيارية بنقدر احنا ندخلهم او لا، زي هذا المدخل قيمة التوليرانس مثلا انا بقدر ادخل قيمة او لا، لكن اللي عندنا المدخلات اللي عليهم اشارة خضراء ضروري جدا ندخلهم. طبعا لو دخلنا على الانبوت فيتشر اللي هي يعني ندخل الطبقة اللي بدنا نقوم بتقطيعها من خلال طبقة ثانية، موجود في المنطقة هون على اليمين وصف لها يعني شو المقصود في الانبوت فيتشر. نرجع على الموقع، ندخل على اداة التقسيم السبليت، بفتح عنا هذا المقال. طبعا هذا المقال في شرح كامل للاداة السبليت. طبعا هاي في عنا الصورة تبعت الاداة، في عنا ارقام كل مدخل ضروري ندخله او مش ضروري ندخله، الجميع موجود شرحه، بالاضافة للمسار للاداة. يعني السبليت تول موجودة في الاكستراكت تول سيت وموجوده في الاناليسز تول بوكس. احنا هيك عرفنا وين موجوده هاي الاداه. في عندنا هالوصف موجود على الارك ماب في اللغه الانجليزيه، انا كنت ترجمته للغه العربيه. يعني لو رحنا هون على الاداه سبليت مكتوب عندنا الوصف للاداه، لو رحنا على الموقع موجود هذا نفس الكلام الموجود على الارك ماب، موجود في العربي وفي الانجليزي. فاحنا مجرد ما قرينا بالعربي عن اي مدخل او اي وصف احنا هيك فهمنا طبيعة عمل الاداة. يعني هاي مثلا الانبوت فيتشر اللي هي ميزات او معالم الادخال، يعني هي المعالم المراد تقسيمها. اما السبلت فيتشر اللي هو المعامل الثاني، السبلت فيتشرز شو المقصود فيه؟ يعني تحتوي المعالم المضلة على حقل جدولي تستخدم قيمة فريدة لتقسيم ميزات الادخال. يعني انا بكون بادخال الطبقة اللي بدي اقسم فيها الطبقة الاولى
من خلال حقل. ايضا مثلا لو رحنا شفنا على التارجت ورك سبيس، يعني مكان حفاظ المخرج، مساحة العمل الهدف يعني، اللي هي مساحة العمل الحالية حيث يتم تخزين الفئات المعالم المخرجات. وعشان نفهم الكلمات المحولة من الانجليزي للعربي، الافضل انه نروح احنا على الصفحة الرئيسية ونروح على البحث ونكتب مثلا مقدمة المرحلة الثانية، بيظهر عندنا هذا المقال مقدمة المرحلة الثانية لتعلم على برامج الـ RGS بثلاثة مراحل. ندخل على هذا المقال، في عنا يعني ملاحظات مهم ضرورية جدا للمصطلحات، والأفضل أي شخص يكون بفهم وحفظ هدول الكلمات. يعني مثلا كلمة معالم أو ميزات اللي هم الفيتشرز، معلم أو ميزات تعني الظواهر الجغرافية، يعني شوارع، أنهار، مباني، حدود تجمعات سكنية، حدود دولة. وفئة الميزة الفيتشر كلاس، يعني الطبقة داخل قاعدة البيانات الجغرافية. والطبقة طبعا تتكون من مجموعة من المعالم. إذا الطبقة داخل الجيو داتا بيس بتكون اسمها فيتشر كلاس، فئة معلم يعني، أو إذا كانت الطبقة لوحدها خارج قاعدة البيانات بيكون اسمها شيب فايل. طبعا لو دخلنا احنا هون على الشيب فايل بيجي عندنا مقال في الفرق بين الشيب فايل والفيتشر كلاس بطريقة مفصلة جدا. نرجع على المقال، في عنا مثلا السمة، يعني وين ما احنا نشوف كلمة سمة موجودة في هذا الموقع. السمة او السمات يعني مقصود فيها الجدول البيانات الاتريبيوت تيبل، طبعا للمعالم والميزات والظواهر الجغرافية اللي هم الفيتشرز. ايضا في عنا مصطلح النقطية او البيانات النقطية، شو المقصود فيها؟ يعني راستر داتا، يعني وين ما نشوف كلمة نقطية بنعرف انه مقصود فيها الراستر داتا، زي صور الخرائط والمخرجات الاستشعار عن بعد والصور الجوية والفضائية ومخرجات اي ادوات التحليل لطبقات السطح مثل التي اي ان، خرائط الميول والانحدار والدم وما الى ذلك. اما بالنسبة لكلمة بيانات متجهة معناتها فيكتور داتا، يعني هي اللي بتتمثل على شكل نقطة او خط او مضلع. طبعا اي بيانات يعني اي طبقة بتم اضافتها داخل جدول بيانات التيبل اوف كونتنت داخل الارك ماب، في عنا في الارك ماب جدول المحتويات الموجود عندنا هون، احنا اي طبقة بنضيفها بتظهر عندنا في هذا جدول البيانات. طبعا اي طبقة بتم اضافتها داخل هذا جدول البيانات اسمها layer، يعني طبقة، سواء كانت هاي الطبقة متجهة او نقطية او جدول اسمها layer. هدول يعني زي ما ذكرت قبل شوي انه هدول المصطلحات والمعاني مهمة جدا قراءتهم عشان نفهم لما نيجي نترجم احنا. مثلا هاي الميزات، اجت عندنا اول كلمة ميزات، شو المقصود في الميزات؟ هاي هم الميزات اللي هي الفيتشرز، يعني معلم او ميزة او ظاهر جغرافية، مقصود بفئة المعلم او الميزات. بعد ما احنا فهمنا كيف آلية عمل هذا الموقع، احنا بنقدر باي بساطة باي طريقة، مثلا عندنا نشوف مثلا الأداة نير يعني القرب، أنا بقدر أعمل كوبي لهاي الأداة وأروح على الموقع ونعمل بحث عليها، نضغط انتر، في عنا هاي الأداة أداة النير اللي هي القرب. هات نشوف شو المقصود بأداة القرب. طبعا المقصود فيها تحسب مسافة وبيانات ومعلومات القرب الإضافية بين المعالم الإدخال وأقرب معلم في طبقة أخرى. يعني في عنا إحنا طبقة بنقيس قرب جميع معالم هاي الطبقة من طبقة أخرى، هيك إحنا فهمنا معنى الأداة القرب. طبعا في عنا ميزات الإدخال وميزات القرب، وبنقدر إحنا ندخل البحث من خلال نصف القطر. لو رحنا على أداة النير، هاي موجود عنا input feature والnear features وباقي الخيارات والطريقة ايضا، كله تم شرحه من خلال هذا المقال او من خلال هذا الموقع، موجود عندنا جميع الادوات مشروحة. اذا في هذا الفيديو القصير اي شخص بتابع هذا الفيديو بيعرف انه كيف يستخدم كل اداة داخل صندوق ادوات التحليل بشكل خاص في هذا الفيديو، وبشكل عام لجميع الادوات. يعني على سبيل المثال انا بدي اروح على مثلا على الايديتنج تولز، واروح على اداه الايريز بوينت على سبيل المثال، واعملها كوبي ولصق على هذا الموقع. طبعا هذا الموقع جدا رائع لكل مهتمين الجي اس. عندنا طبعا في عندنا ادتين مع الايريز بوينت، في عندنا اداه الكثافه ومحو النقطه.
ندخل عليها. طبعا اول اداه موجوده عندنا احنا الكثافه اول اداه، وثاني اداه اللي هي اريز بوينت. لو ضغطنا عليها بنقلنا مباشره على شرح اداه محو النقطه. موجود عندنا ثلاث مدخلات، نرجع على الارك ماب، موجود عندنا مظبوط ثلاث مدخلات موجود عندنا. طبعا المدخل الاول مقصود فيه ميزات الادخال، يعني معالم النقطه اللي لازم ندخلها، وفي عندنا ازاله الميزات اللي هي ريموف فيتشرز، او مثلا المدخل الثالث اللي هي نوع العمليه، في عندنا اذا كان داخلي او خارجي. خارجي مثلا يتم حذف المعالم والميزات الموجوده خارج ميزات الازاله، هاي ميزات الازاله. طبعا هذا الشرح سريع وبسيط لفهم جميع الادوات، وان شاء الله تكون هاي الطريقه سهله الفهم وسهله الاستخدام لاي شخص حابب يتعرف على اي اداه موجوده داخل الارك ماب. واتمنى من الجميع انه استفاد من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.